تحول شو عندك تحول هذا تصير احول تدري لما بتحس البرد. لا في عندك مشكلة بالغنية أنا بلك شو هي تابلو كتير حلو التابلو جدا رائع عباس غنيت كتير حلو ما بكذب عليك يعني مش عم بيسيرك ده الأهم من بس العاطل بالموضوع اللي ما عندك كنترول عليه هذا الشيء مش بإيدك الطبقة على الواطي كتير اللي بقتلك وتطلعت على العالي صوتك صغير وكأنه الرجيسر تبعك يعني الخامي تبعك بهذا الرينج مش حلو ظلمتك وأدائك كان حلو طبعا في إحساس وكل شيء نوع الصوت كان مش مش حلو في الاغنيه دي عموما ايه بهيدي بالرفان خاصه بالمذهب يعني okay. اذا كنت هذا بيرادي هذا الريجسترون تبعك صغر صوتك فجاه بطل حلو بطل يبقى على الاغنيه صرت يعني مش عم بدي اتمتع فيك عم تعمل عرب بوجهك اكثر من صوتك عربك حلوين انتبه صاروا في كنترول في كل شيء في يعني بس الناقص كنت نوع الريجستر ما في هارموني منه معبى الاغنيه منه عطيه جماليه الاغنيه نزعه تامبرك بهيدي الغنية بهذا المقطع مش
انا مش بايدك هذا. لا 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 انا يكفيني ان انا يعني انا اكيد يكفيني كويس ان انت قلت ان انا غنيت كويس يعني ده اهم حاجه كان بالنسبه لي ان انا غنيت كويس. لا لا غنيت حلو لان انا اصلا انا كنت بديك تطلع شويه من 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 وائل يعني يعني على طول بننبش على الحلو على الجديد بالموضوع يعني ان شاء الله يعني يا ريت يا ريت هيدي تتمتع بالقوه اللي عندك اياها على المسرح بالتمكن انت ومروان. مروان متمكن على المسرح انت متمكن على المسرح هيدي ناقصها التمكن عندها كل الاتوود يعني عندها كل القصص الحلوه بس ناقصها التمكن منا متمكن هيدا اللي بيقهر. انت عندك التمكن وتمثيلك جدا وماشي يعني عايش عايش بالحاله اللي عايشها فيها المخرج بالذات يعني اللي عم بيصير بس تامبرك كان ناقص ضعيف صغير للغنية مش معبر غنية صار في شيء هيك مش حلو عم تسمعه. أه سوري ايه هو تامبرو كان تحت حلو كتير على الواطي بالكوبليات فظيع ايه طلع فوق صار صغير صار هيك حركات وجه حكينا عنهم كتير عم تغشى رجعت تغشى قبل كنت عم تركز هو يعني هي طلعت ما احساس اكثر يعني بيعيش الحالة هيك وبيخشى بيحول بيحول وبيقدر يرموش في احواله حالة غشيان اسمها حالة غشيان.